صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشر معكم من شارع الزقطون. واحد الحادث سير خطيره ديال واحد الخضار، ما انتبهش الاشغال ديال السوتيره النفق قرب ولايه الامن ودخل في الاشغال. يعني السرعه باش جاي باش دخل هو في حاله غير طبيعيه، دخل في اشغال ديال السوتيره. يعني اشارات كبار، كاين الاشارات ان كاين الاشغال وكاين ما انتبهش ودخل في اشغال ديال النمر. وصول مول الخضرة يعني صاحب البيكو. يعني السرعة باش جاي باش دخل في السوتيرة. دابا الغريب في الامر ان جا دابا هزموا البيكوب ودار العرقاله هنايا. بغا يعيط لاسيرونس ولكن الكوستاتور رفض، فض لحظات غيتم نقل السيارة. فض لحظات غيتم نقل السيارة وصول سيارة أجر من أجل نقل بيكوب ديال الخضرة اللي دخلت في الممر.
اني في هذه اللحظه سيارة الجرعه تخرج بيكوب من السوتيران. واو شدني كلام الى هنا ينتهي البث ولا لا؟